شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الخضار بالمايونيز بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض سلطة الخضار بالمايونيز بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا بطاطساية وسط مسلوقة ومتقطعة مكعبات، وكوباية بزلة وجزر مسلوقين، كوباية مايونيز، ده المايونيز اللي عملناه مع بعض، هحسب لكم الرابط في صندوق الوصف، ملح وفلفل اسود ومعلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خل، ومعلقتين كبار زيت، عصير ليمون. نبدأ ونسمي على بركة الله. أول حاجة هنعمل الدريسنج، التتبيلة بتاعت السلطة. بسم الله. هجيب طبق أفولة، هنزل معلقتين كبار زيت ومعلقة خل وملح وفلفل أسود ومعلقة كبيرة سكر، لو عندكم عسل أبيض ممكن تستخدموه، وعصير ليمونة. هقلبهم كويس، هنزل عليهم بكوباية مايونيز، وهقلب لحد ما المكونات تمتزج مع بعض. خلاص قلبت المكونات كويس جدا، امتزجت مع بعض زي ما انتم شايفين. هنزل بالخضار، كوباية بزلة وجزر مسلوقين، وهقلب وبطاطساية وسط مسلوقة ومتقطعة مكعبات، هقلب كله مع بعض. خلاص كده تمام، السلطة بتاعتي جاهزة، احطها في طبق التقديم وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي سلطة الخضار بالمايونيز بعد ما خلصت، بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي، وطعمها تحفه. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل سلطه الخضار بالمايونيز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.